كامل. جزء مهم في التشخيص. لا تطلع الساعة بعد أن وقت. نأخذ الآن الصابونة أو الرضفة دكتور. نعم. إصاباتها وعلاجاتها. نعم. الآن الصابونة حقيقة هو عرضة أيضا للإصابات الرياضية. أغلب الحالات اللي بصير عندهم خلع الصابونة هم في الأعمار من 10 إلى 30 سنة. 10 يعني سنوات. تينيجر والأعمار بالعشرينيات. ليش يعني بعمر الطفولة كثير؟ السقوط لأنه لعب الحركة. يعني هو عدة عوامل حقيقة. يعني عدم هم استيعابهم لإيش الحركات الخطرة اللي يتجنبوها، عدم تأهيلهم بشكل صحيح لممارسة الرياضة. يعني ما بيكونوا حذرين. وبالإضافة إنه في عامل تشريحي، أغلب الأطفال صح. أو بهذا العمر عندهم رخاوف في الأربطة، وهذا الجزء الآخر بنحكي عنه، لأنه إحنا عندنا نوعين من الإصابات الرضفة، الخلع كإصابة حادة مباشرة اللي هذا بيصير أثناء ممارسة الرياضة، ممكن ينتج بسبب حركة دورانية سريعة إذا تلاحظي هون حركة دورانية خلعت الصابونة، وممكن يحدث بسبب إصابة مباشرة كدمة يعني أو سقوط التقاء التقاء مثلا لاعب رجله مع رجله الصدام انه سوى خلع. طيب بس نتوقع الطبيب. طيب نرجع على موضوع الرضفه او الصابونه دكتور، بالنسبه في حالات الخلع المتكرر قد تحدث يعني هذه وارده كثير ونسمع عنها. نعم. مره ورجعت لوضعها وامرارا يمكن يعني ميكانيكيين بحركه معينه يمكن يرجعها الشخص نعم نفسه. نعم. نعم. او احد مثلا بالطب البديل او منها ما شابه، فقد تحدث اكثر من حاله خلع. نعم. وتتكرر. نعم. الان كيف يتم تثبيت الحالة أو علاجها؟ شو الحقيقة هو في حتى في قرارنا لعلاج خلع الصابونة، أو شيء المرة الأولى إذا صارت أول مرة الخلع عادة ما بنعمل تداخل جراحي، عادة بنعالج علاج تحفظي، بنحط جهاز خاص يمسك الصابونة، بنسمح للمريض حركة مبكرة ضمن يعني برنامج خاص وبنعمل تأهيل. لكن في بعض الحالات بعد الخلع لأول مرة بيحتاج لجراحة اللي هو بالمنظار، مثل إيش؟ إصابات الكسور المفصلي، يعني لما خلعت يعني الصابونة خلع مع كسر. خلعت الصابونة انفصل جزء من الغضروف. لما ينفصل جزء من الغضروف هون قرارنا في العلاج بيعتمد على حجم الغضروف. إذا كان بسيط جدا وسطحي لا يمكن يعني إنه نرجعه ونثبته، في حينها عادة نعمل تنظير بنشيله، لأنه هذا راح يظل يتحرك في المفصل والغضروف راح يكبر مع الوقت وراح يسوي أعراض ميكانيكية. يعني بصير انقفال المفصل أو تعليقة المفصل. لأن في هاي الحالة بنعمل عملية تنظير وبنشيل هذا الجزء المكسور إذا كان صغير، أو أحيانا بنرجعه وبنثبته، حتى أحيانا بجراحة تداخل جراحي مفتوح بنعمل عملية عشان نثبت السطح المفصل. الفكرة أنه أيضا بالناظور صحيح؟ ولهذا لا، أحيانا بنحتاج أنه نرجعه ونفتح، يعني من طول القطعة بالمنظار وبعد بنفتح وبنرجعها وبنثبتها في برغي خاص أو أحيانا بخيوط خاصة. فطبيعة الإصابة هي بتحدد الإجراء الجراحي، ولهذا لابد أنه إذا شخص عانى أو مريض عانى من خلع في الصابون لابد من تقييمه بشكل صحيح، وإذا شكينا أنه في إصابة في السطح المفصلي وقتها بنطلب صورة الرنين اللي بتأكد هذا التشخيص. هذا بما يتعلق في الخلع لأول مرة. الآن في يعني في العالم الآن بعض الدراسات عن إجراء عملية إصلاح الرباط الجانبي حتى للحالات اللي خلعت لأول مرة، أنه نعمل عملية نعمل إصلاح للرباط الجانبي، لكن ما في دليل علمي الآن نحكي نجازم أنه هاي لها أفضلية عن التداخل دون جراحة للحالات اللي خلعت لأول مرة. هاي مسألة مختلفة عن الخلع المتكرر. الآن الخلع المتكرر حقيقة هو يا إما بيصير بعد الخلع الأول بنسبة قد من 15 إلى 50%، يعني الشخص اللي عانى من خلع ممكن تخلع معه مرة ثانية بنسبة 15 إلى 50%. الآن اللي بيزيد هاي الاحتمالية عوامل، منها تشريحية ومنها وظيفية. بمعنى آخر العوامل التشريحية، إذا بتلاحظي هون إحنا في عنا ممر للرضفة بسميه تروكلير جروف، هذا له شكل وله عمق. بعض الناس عندهم ما في اكتمال في هذا العمق فبصير شلو، يعني بصير مسطح الممر، فبصير عرضة أكثر إنه يخلع. يعني مسألة أخرى اللي هو عدم استقامة الساق. إذا بتلاحظ إذا كان دغري يعني استقامة الساق صحيحة، مسار الصابونة صحيح. إذا كان مايل فبتصير مسار الصابونة إنه من هاي كلها بنسميها عوامل تشريحية. في عوامل وظيفية، يعني البنات عرضة أكثر لخلع الصابونة من الرجال، قد يكون بسبب رخاوة الأربطة، شكل الرجل إذا فيه تقوس، وبنفس الوقت القوة العضلات قد تكون مختلفة عن الرجل. بالضبط. وقد يكون هناك عوامل أيضا هرمونية. في هاي حالات الخلع المتكرر إحنا عادة بنعالج السبب التشريحي،
اللي ما عنده عمق بنعمل عملية بنزود العمق، اللي عنده خلل في مسار الساق بنعمل عملية بنعدل مسار الساق، جميل. لكن أغلب الحالات تحتاج زراعة الرباط الجانبي للصابونة، والآن إحنا بنعملها بعملية بنسميها التداخل البسيط. إذا لاحظت كل عملياتنا بالتداخل البسيط، وهنا في فيديو رقم 6 إذا بيعرضه راح تلاحظي هون. نعم شايفي، هذا زميل إلي طبيب أسنان، كانت الركبة تخلع، إذا بتلاحظي هذا في العمليات بعمل التست، هون حضرناه للعملية. إذا هاي بدون إصابة تشريحي هذا لا العمل؟ لا كان عنده إصابة. إذا بتلاحظي هون عملنا، شايفي هاي العمليات فقط ثلاث جروح صغيرة، والآن إذا بتلاحظي هون بعد ما ثبتها بفحص الثباتية، شفتي كيف كانت ما تخلع، شاء الله. وفقط في جروح صغيرة. ولهذا يعني بس مش كل الحالات طبعا، يعني احنا في عندي حالات مرضية عملت لهم الرباط الجانبي بالتداخل البسيط، وبنفس الوقت عملت لهم عملية تصحيح مسار الساق اللي عندهم ميلان. احيانا منقل عظمه، كيف يعني منقل عظمه؟ الان بنلاقي انه هاي عظمه وتر الصابونه، اذا بتلاحظي هون اذا بصور حضرتك، هاي العظمه احيانا بتكون بعيده عن مسارها. هذا شيء تطوري احيانا بحدث من الطفوله. الان لما تكون بعيده بتكون الرجل حتى مستقيمه او مايله شوي، لكن هاي العظمه بعيده كثير عن مسارها. مشان هيك بنعمل صوره طبقيه كثير من الأحيان قبل ما أجري هاي العمليات، بعمل صورة طبقية بحسب المسافة بالمليمتر ما بين عمق مسار الصابونة وما بين هاي العظمة. فإذا وجدته عالي أكثر من 20، وقتها إنه نعمل الرباط الجانبي غير كافي، قد يفشل، وبالتالي بنعمل عملية بننقل هاي العظمة ممكن 8 ملي 10 ملي 6 ملي حسب الخطة العلاجية اللي عملناها عشان نحسن مسار الصابونة. أحياناً نقل هاي العظمة بيكون كافي، مش بحاجة نعمل الرباط. وأحيانا من خلال تقييمنا على أي درجة صار الخلع، هل هو قبل 30 بعد 30 درجة، أحيانا نحكي لا إنه بدنا نعمل العظمة وبنزرع الرباط. فكل حالة حقيقة بحالة دراسة يعني تبغى تدرسها كامل طبعا أكيد رسالة ماجستير وتروح الدكتوراه تعملون عليها.